وللحديث أكثر عن البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بخصوص اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري وثلة من المجاهدين، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي بالهيئة الدكتور ثامر العلواني. حياكم الله دكتور ثامر. حياكم الله أخي الكريم ومرحبا بكم. أهلا بكم دكتور ثامر. أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين في العراق بخصوص اغتيال صالح العروري، بداية كيف تصفون هذه الجريمة؟ حقيقة اغتيال الشيخ صالح العروري هي جريمة نكراء. الشيخ العروري هو أحد المجاهدين والمؤسسين لكتائب الشهيد عز الدين قسام، وهي جريمة أخرى تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال الصهيوني الذي لم يتوقف منذ أكثر من 7 عقود عن ارتكاب الجرائم ضد أهلنا في فلسطين، سواء في فلسطين أو خارج فلسطين. فهي جريمة النكراء فيها عدة انتهاكات، أولها تجاوز على دولة لبنان واغتيال شخص فيها، مما يدل على أن هذا الكيان الصهيوني كيان إرهابي لا يخضع ولا يعترف لا بالقوانين الدولية ولا بالأخلاق، ولا يحترم حقوق الإنسان ولا يعطي قيمة لأي قانون في الكون، ويرتكب الجرائم ولا يلقي بالا ولا حسبانا لأي أحد. وهذا يؤكد أن هذا الكيان هو كيان خطر على المنطقة والعالم. فاغتيال الشيخ صالح العروري هي جريمة تستوجب ردا حقيقيا يوقف هذا الكيان عند حده الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية، جرائم ضد الإنسانية، ضد أهل غزة من خلال الحصار الخانق، من خلال القصف واستهداف المستشفيات والمنازل والمدارس وحتى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، وهذا كلها جرائم حرب تستوجب عقابا على هذا الكيان المحتل الغاصب. ولكن للأسف القوى التي تسمي نفسها قوى عظمى هي من تحمي هذا الكيان المجرم وتدفعه باتجاه ارتكاب أبشع المجازر بحق أهلنا الفلسطينيين. برأيك يعني دكتور ثامر، ما يعني لماذا العروري، لماذا استهدف الاحتلال العروري تحديدا؟ حقيقة استهداف الشيخ العروري وارتكاب الاحتلال هذه الجريمة في دولة أخرى هو مؤشر واضح على أنه يهرب من الهزائم الميدانية التي أوقعته بها كتائب المجاهدين الفلسطينيين في غزة. الاحتلال الصهيوني الآن في مأزق كبير في ساحة المعركة، هناك فشل عسكري واضح، وأصبح العالم كله يدرك أن الهالة الإعلامية التي وضعت حول الجيش الإسرائيلي هي بالونات تم فرقعتها من خلال المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام. فبعد 3 شهور من الحرب الإجرامية، من القصف العنيف، من تدمير المدينة بأكملها، من استهداف المستشفيات وأبنيتها، كل ذلك جيش الاحتلال يقدم خسائر كبيرة يوميا، عشرات الجنود يسقطون من الاحتلال بضربات المقاومة الفلسطينية، عشرات الآليات العسكرية خرجت من الخدمة العسكرية، بمعنى أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه التي صرح بأنه سيحققها من خلال الهجمة البربرية ضد قطاع غزة. فهو عجز في مواجهة المقاومة الفلسطينية فضلا عما أعلنه من محو حماس وتفكيك القدرات العسكرية، ولم يستطع أن يحرر ولا أسير واحد، بل إنما قتل بعض الأسرى بالقصف العنيف. ولذلك بعد فشل الاحتلال بكل ذلك هو الآن يلجأ إلى أسلوب الغدر الذي يجيده، وهو اغتيال الشيخ صالح العروري حتى يحاول أن يشغل العالم بشيء آخر يصرف النظر عن فشله وهزائمه المستمرة منذ 3 شهور في غزة العزة. نعم، أيضا أسألك ما أثر هذه العملية وتداعياتها على الصراع في المنطقة برأيك؟ حقيقة من الناحية النظرية والطبيعية أن هذه الجريمة النكراء ارتكبت في أرض لبنان، وتحديدا في المنطقة الخاصة في حزب الله، بمعنى أن حزب الله من وراءه إيران وما يسمى بمحور المقاومة، عليه أن يرد ردا قويا على ارتكاب هذه الجريمة على أقل شيء رد للاعتبار. ولكن الحقيقة أن اغتيال الشيخ العروري لن يحرك لا حزب الله ولا إيران ولا ما يسمى بالمقاومة، لأنني شخصيا أشك في اشتراك حزب الله في هذه الجريمة. فالتداعيات للأسف لن تكون من هذه الجهات،
ولا حتى من الدول العربية ولا حتى من دول العالم، لأن الجميع إما مساند لجرائم الاحتلال أو صامت يخشى من غضب أمريكا. لأن الجميع الآن يعترف، ومنهم الأمم المتحدة، أن حصار قطاع غزة هو جريمة، القصف على الأبرياء جريمة بموجب طبعا القانون الدولي، ولكن بالنهاية لا حراك حقيقي يوقف هذا الكيان المجرم، ولكنني أعتقد أن تداعيات هذا الاغتيال سيترأسها رجال المقاومة الفلسطينية، وهم من سيرد ردا مناسبا على هذه الجريمة. وقد أبهر العالم في معركة طوفان الأقصى، فالجريمة هذه لن تمر مرارا كرام، وسنرى المقاومة الفلسطينية حصرا هي من تتحكم بتداعيات هذه الجريمة. إذا دكتور ثامر، يعني برأيك هل يمكن أن تحط هذه العملية من عزم المقاومة الفلسطينية كما يظن الاحتلال، أم بالعكس تماما سوف لربما يعني تزيد من حدة الاشتباكات؟ بلا شك المقاومة الفلسطينية مستمرة منذ عشرات السنين، وحماس هي رأس الرمح لهذه المقاومة، ولن تتوقف بإذن الله تعالى باستشهاد الشيخ صالح العاروري مع أهميته ومع مكانته وجلالة قدره. ولكن ما يميز هذه المقاومة أنها تتجدد وتجدد دماءها بشبابها من خلال تربيتهم على الجهاد وتحرير فلسطين. فحركة حماس هي ليست حركة جهادية فقط، وإنما هي مدرسة تخرج فيها أجيالا يتوارثون قضيتهم الأولى وهي تحرير فلسطين. نسأل الله تعالى أن يتغمد الشيخ صالح العاروري برحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن تكون دماؤه الطاهرة هي نبراسا لشباب الأمة وقضيتهم الأولى، قضية تحرير فلسطين. اللهم أمين. إذن كنت ضيفا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، شكرا جزيلا لك.